انا باش يبداو يلفوا فيكم هاتلات في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيع النبا إثر عملية نوعية من حجز كيمياء معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب 14000 كبسولة من نوع بريغابالين. العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بيع النبا عن نية مجموعة إجرامية بتمرير كيمياء من الأقراص المهلوسة إلى مدينة عنابة قادمة من ولاية الوادي، وبالتنسيق مع الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة تم وضع خطة محكمة على طول طريق الوطني رقم 84 الرابط بين بلديتي الشرفة وبرحال، أين تم توقيف مركبة نوع شفرولي أوبترا على متنها شخص مرفوقا بزوجته. بعد تفتيش المركبة تم اكتشاف مخبأ مهيأ بالمقاعد الخلفية على متنه كمية من الأقراص المهلوسة مقدرة ب 14000 كبسولة نوع بريغابالين. إثر هذه العملية تم توقيف شخصين متورطين في قضية تهريب مواد صيدلانية على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل المتاجرة في مواد صيدلانية بطريقة غير مشروعة حيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي. تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهما وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.